صوت ليادة هذا الملاك الجميل باش يؤدي رسالة هذه كما لوحدك اللي يكتب رسالة ماذا بيه يختار أزين بوكي دو فلور يخبيها وبيان انت تقول هكا معناتها ممكن لا لا شو 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 فما 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 كرونولوجي هي داخله بعضها مش نقولك علاش اول غنيه لحنا بلاي حمدي الميد الحناوي هي احنا نحبوا نكتشفوا معاك سي نور دي هي هذه فاتت سنه فاتت سنه فاتت سنه خاطر في عيد ميلاد ويستنى ما باش تبعث له تهنيه يا اخي ما بعثتلوش هنيته بعيد ميلاد هذه عام 80 الاطلاق عام 79 هذه عام 80 فاتت سنه بعدها هي شكون تجي الحب اللي كان اي باش تفهم الكرونولوجيا حبينا وتحبينا ملحنها باليه وقت اللي مازال مع ورد السبعينات هلا وعندك مش عوايدك ملحنها وتغني فيها ورده فما تجيد نتاع ورده تغني في مش عوايدك بطريقه اخرى ها دونك يلزم ساعه نفهم الكرونولوجي نتاع الاغاني باش نفهموا انا هو اللي موجه الورده ايوه وانا هو اللي جبده من الارشيف بلي فهمتني واضح عندنا فات السنه هذه الاولى فهمتني وبعدها تجي الحب اللي كان كان يا ما كان وبعد يجي كتوبه و... وهذوما مع حاسلو تقريبا عملها هو 6-7 اغنيات مثلا اللي عندي في الاخر خاطر شوف ال... معناتها هي في الفتره ايش صار بالضبط عام 79 عبد الوهاب مش تبنى ميد الحناوي وما تعرف اغنيه الف ليله اسمها غني فيها ورده اساسا في يوم وليله في يوم وليله نتاع ميادة راه غنيت ميادة ما غنتهاش ميادة لا ما ف 79 مش يصدر قرار بترحيل ميادة الحناوي من مصر واعتبارها جاسوسة فهمتني وهي لا جاسوسة لا شيء فهمتني هي اللي حكي كل انه مرت عبد الوهاب من اهل القدس هذه غارت من الفتاه الجميله هذه الصغيره مربة الجمال الحقيقه اي ما نزيدوش عليها ما وهي عندها نفوذ سياسي المراه هذه فهمتني وكذا فياتي امر بترحيل ميادة الحناوي معناتها ممنوعه وقعدت ممنوعه حتى لما تعدوا هيبرا من 79 حتى ال 95 ميادة الحناوي ما دخلتش مصر حتى لين كي مات عبد الوهاب وفي سبيل الدعابه هذيك اللي قلنا قال حسني مبارك امن عبد الوهاب العاطفي من امن مصر من القومي أمن مصر ايه خاطر السوريين احتجوا معناتها فهمتني كيفاش معناتها ميادة الحناوي جاسوسه معناتها كذا فوقت ذاك حسني مبارك كان نائب رئيس السادات فكي السوريين قالوا له ما الغالب راهو جات في عبد الوهاب معناتها ما نجموش احنا نقولوا راهو عملنا مشكله مع على عبد الوهاب وكذا هانو قال امن عبد الوهاب العاطفي من امن دونك اش مش يصير ميادة الحناوي مش ترجع لسوريا دونك واش مش يصير مش صرت طلاق ولا عبد الوهاب مش تبنى ورده دونك بلي غاش مش يعمل بنى ميادة مش تبنى ميادة اكزاكتومون ايوه لازم تفهم هاي كاين بميكيالين اكزاكتومون واش قلت على فكره كاين بميكيالين وعلى فكره ورده من اللي يبعد عليها بليغ مش تدخل في شيت حبوا تاكل دخل في شيت اي اي اللي عمل نفس الحكايه اللي صارت نجاة الصغيره نجاة الصغيره حتى العام 73 امورها 5-5 وطالعه كذا اللي تعرف نهار تعرف بلي حمدي وقتلها شيت الا ما يرجع بلي دونك بلي مش يمشي في سوريا نهار الكل في سوريا ومش يعمل ايفور كبير باش يطلع ميادة ما تنساش راهو ميادة اكتسحت من عام 80 تقريبا حتى الفترة 90 سيطرت عليها ميادة تحب ولا تكره صحيح تحب ولا تكره وراهو اكسبري يعمل فيه بلي حمدي فهمتني فك المكابره والمعانده فهمتني ولكن يعني نقولوا احنا انا اللي يعجبني شنو يعجبني انه الاستركتور نتاع الاغاني وضحت في فكر بلي حمدي منهجيه بلي حمدي في اغانيه فهمتني ولات واضحه كما انت تقري في الكور ولا كذا في الواحد عندك ميثودولوجي نتاعك بلي حمدي واضح تسمع الاغنيه كله ريتو تسمع المقطع الاول الثاني الثالث الرابع تفهم كل شيء مش تلقى فما مقطع صوفي يا يحطوا من الاخر يا مش يحطوا من قدام وبعد مش تلقى مقطع شعبي راقص يا مش تلقاه من قدام يا مش تلقاه في الوسط يا مش تلقاه من الاخر فهمتني دونك قاعد يلعب في الالوان هذيك فوالا ودونك هي واضحه علاش مثلا تولي بتلمو انك تفهم
ستركتير معناتها المال منهجيه نتاعو تولي اي لحن تسمعو مثلا اني اي لحن نسمعو نقول تاع شكون هذا علاش خاطر انا نعرف كيفاش الملحنين يركبوا معناتها الجمل الموسيقيه دونك تولي سهله الحكايه صحيح فهمت اكيد تولي سهل واضح ابداعات بليغ الحقيقه تخلينا نقراو برشا شعر ونقولوا برشا كلام مزيان وانا باش نواصل قبل ما نسمع الاغنيه المقبله ونقولوا احن اليك فانت الحنان وانت الامان وواحد قلبي اذا ما تعب احن اليك حنين الصحاري لوجه الشتاء وفيض السحب نعاود سي شكري احن اليك فانت الحنان وانت الامان وواحد قلبي اذا ما تعب احن اليك حنين الصحاري لوجه الشتاء وفيض السحب احن اليك حنين الليالي لضوء الشموس لضوء الشهب قرانا عن العشق كتبا وكتبا وعشقك غير الذي في الكتب باش نسمعوا توا ميادة في انا بعشقك انا كلي لك